هذا المتحف أنشئ من قبل جامعة البصرة عام 1972. الموقع القديم للمتحف مجاور الشريتون، صاير بين موقع رئاسة الجامعة هسه اللي هي على الكورنيش. ذاك الموقع تعرض للتخريب بعد الغزو الإنجليزي للعراق بال2003، وما أدى إلى احتراقه بالكامل وتهديمه، وفقدنا معظم النماذج اللي سلم من النماذج ما عدا الحوت، هذا السمشة الهامور اللي شفتوها والسلحفاة بس لأن سلمنا عنده. سنة 2013 ارتأت الجامعة أنه تعيد إحياءه من جديد، فاختاروا له هذا المكان اللي احنا فيه اللي هو هذا أحد قصور الرئاسية أو قصور الحكومية، مجمع القصور الحكومية، وأيضا على الكورنيش، والموقع ماله واقعا متميز. فبدأوا بالجهود الذاتية للكادر مالت المتحف أنه يعيدون بناءه من جديد ويعيدون تجميع نماذج الحيوانات وتحنيطها. طبعا الهدف من إنشاء هذا المتحف هو توثيق الواقع البيئي والجيولوجي لمنطقة جنوب العراق اللي تشمل الناصرية والعمارة والبصرة. يعني المنطقة الجنوبية بها ثلاث أنواع بيئات رئيسية، عندنا بيئة الأهوار، وعندنا بيئة البحار، وعندنا بيئة البراري أو الصحاري. الأهوار تشمل الأهوار ومصبات الأنهار. هذه البيئة المتنوعة الفريدة اللي موجودة بس بهذه المنطقة يعني خلتنا نفكر ان احنا نسوي القاعات على ترتيب هذه البيئة. عندنا قاعة للأهوار، وعندنا قاعة للبحرية يعني للكائنات البحرية، وعندنا قاعة للبائن، وهسه في صدد إنشاء يعني قاعة الجيولوجي وقاعة الحشرات.